الدين وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي بورجي ماذا سيفعل؟ محاط بأربعة ثلاثة لاعبين، الكلمات الدودي جويعه لويسي، ماذا سيفعل لويسي؟ يستير فرصة هدف جول، هدف الموسم، هدف قاتل، هدف من الروعة بمكان كما قلت. إلى تلوينة سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس نادي الطرفدة. مباراة العمر، هدف العمر لن ينساه طويلا أنصار فريق الوداد. هدف من الروعة بمكان، أعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الوداد. يمكن نقول الوداد تعذبت كثيرا قبل أن تسجل هذا الهدف، هدف خرافي، هدف جميل، هدف يمكن تسميه بأي اسم ولكن لن ينساه الوداديون طويلا. سنشاهده من أكثر من لقطة ومن أكثر من زاوية، يعني حلاوة كرة القدم. يتوج فريق الوداد باللقطة ويجي الهدف في الدقيقة 96، تم إضافة 7 دقائق من وضعية صعبة، من زاوية صعبة. يمكن نقول الحارس كوحا ارتمى بكل ثقله للزاوية 90 اليمنى ولكن ما عنده ما يدير. الله غالب، هذه العبارة الله غالب، نزل على بكل الثقل ديالو. أي حارس كيف ما بغى يكون نوعه، كيف ما بغى تكون إمكاناته، لا أعتقد أنه يمكن يلتقط الكرة. هدف من الروعة بمكان. ويمكن نقول الآن الوداد يمكن بقى دقيقة ولا 30 ثانية الوداد